إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزء صدحات حاشية لباب قولي السقالي الصدن استيعاب وفهم قود ونكا قادرينو نسكي أما هذا الكي أنكسو هذا اللي يكو صاحب صراء الأمثال العربية مهما ها عربية قار كمدو. تدريب واحد ليلس كوباد اقرأ أقري ملخصة كل مثل تصالك استا معنه سو كوبان أخري ومن الأمثال عفوا كل مثل مهما كستا ومن الأمثال التالية كمدا يعني مهما ها سو صعودا وملأ بوحي الفراغات ميرها مرن بالأسماء المناسبة مقعيدة هبون كبوحي تصالك استا أخري وخروج تصالة تصالية الصوص على آخره كهبون عفوا آخر تصالة كستا تبعنا ميرها بنان ما جعكوها بون كبوح ثم ذكر المثل الذي قيلت فيه مهما ذو كشرير الشك تصالة وحقول اقرأ آخره ملخص كل مثل تصالة كستا ملخص كيس معنيه سوق هو بن آخره من المثال التالية تصالية الصوص على وملأ بوح الفراغات ميرها مرن بالأسماء مجعيدة المناسبة كهبون كبوح ماشا مرن ثم اذكر شيك المثل وازل النوع مرة واتصال مرة ومهما مهما هذه شيك الذي مثل كي مهما هذه قيلة اللي يري فيه الحديث لقور رمي اما اللي قول احشيكي بنا وحرس المهندس اغدا ننك انجنير كاها وكار سنمار مقع مركا مرن وكار سنمار بضنسا يلا رجلي قصرا وحورسي فوق للملك بقركي النعمان لورنجلي من المنذر بورس أركب بنانا النعمان بلقوا بحنية وانتظر وحسوقي المهندس إنجنيركو الجزاء الجائزة أبا المرين بوسوقي ولكن هزاعته ولكن الملك بقركو أمر وحامر الجنود عيدا مضي فألقوه وحكتورين من فوق أكدا سطح القصر صدوحة دوت كسرة يدوش سرة فوق بك تورين فصار وح النقضي يضرب مد لغو لغو ما لاسوق لاقد دجا يضرب لاقد دجا المثل مهما هبا لاقد دجا لكل من يرد قف كستو عليا أو كأبال جدا على الإحسان وانا جي لاق على كأبال جدا بلساعة حمين فيقال وح لي هذا جزاء سن مار بلجا أبال كي كده عي مهندسي اسم النار سن مار سن مار هذا المهندس هو هالكاس ماها وعين كبر حنا محيي سنمار هالكنا نعمان المدير بان كبر حنا أما نعمان هالكنا فوق السطح بان كل كانوا كبر حنا مثل كي كتير كانوا كان شيء إنه وجزاء سنمار اثنين ألقى وحطوري حنين بقالون مركا حنين وحطوري الخفيني في طريق الأعرابي بقالون يا طريق بقالك قرن العربي العربي كيره ميغا وددو مري بكو توري لبدا يخف واخذو قاتي حنين بهضان ليس ما واخذو قاتي الناقه ودل سالكا الناقه هشي اما مارتي اوركي ووتي وما عليها هشي وخي وصارها او دمو قاتي ولم يرجع كلامو نقون نينكي الى بلدي ودنكيسي الا بالخفين لبدا كبود بولا نقدي اي حنين فصار وخه نقدي يضرب مد لوو ماهما لوغا دغو المثل هو لوغا دغا ماهما لكل من يعود قف كسته او لا نقدا بالخيبه غولدرو والاخفاق يا غولدرو فيقال وحل الى الله اسغا رجع بخفي حنين بالهدا وماهما ده كجيرتنا وا رجع بخفي حنين اريده هلك القا وحن كبوخني حنين هلكنا طريق العربي وان كبوخني اخذ الناقه وما عليها بين الكنانين كسد هذا هو كان ألقى محل كبير حنيسة عرقوب ألقى محل كبير حنيسة عرقوب هو هرجلانين
يخلف المواعيد بلمها تشبيه كبحة. سأله أخوه ولالكي ويديسته مرات كثيرة مرر بضنبه ولالكي بري ووحو ويديسته فوعده وحو بلان قاضي أن يعديه إنو سيو ثمن نخلة يعني جيه تمرة إنو سيو مارة تمره هذا لكنه لم يعديه شيئا وحو موسين بلان باتشيه بضنبه ولغي فصار وحو نقضي نكاسي مثلا وحو لغم مهماه في خلف الوعد بلان باتشنته مهماه نقضي فيقال وحو لغي هذا لكل من يخلف المواعيد قف قصته بلمها باتشيه وحو لغي هذا مواعيد عرقوب هل قاسه لغو بحوني يا بنان وبلمه عرقوب بلان مركا أربعة كانت الكلبة وحي هيد أيدي مركا هل قبحا لغو بنان لغو بحوني براقش لورنجر براقش سببا وحي سبب النقطي في مصيبة أصحابها ذاتك إيادو أي لتشوكتي أي وتي إلها أي مصيبة وسوشي دي فلما أراد مركا الدورين العداو ولدي عدو قاهين العودة ألقى العداو باتكو بحنسا مركا الدورين كوي عدو قاهين نقودان أي قردان دي دبس عطي نبحت هذه الكلبة وحي دي أيدا ساعدي فعرف الناس وقردي وحي قرتين مكان القومي قالوا ما شيء دقيهن عدك اللي يكون قرتروا يصور هاعين فقتلوهم ويلايين فصارت واحد نقطة أي داسي مثلا تصار يوم نقطة يضرب لاصو قاطه لكل من يجلب قفك استوسو تشيلة المشكلات اللي باتوين لنفسه يسوي نفسيسة يو الأهل يدك يسبق فيقال وحلا يا هذا على أهلها جنت براقشو وهي هلاكتي ويؤهر سيد بلايو براقش تدكيدي ساس على هذا مركها مركها وتصالة تعسنا تدريب ثاني لا يلسك اللباد ما المثل هو ماذا الذي يناسبك كوها بون كل عبارة هذا الكستو من العبارات كم إذا هذا لذا التالية الصوص على في ضوء ما قرأتها مركض كوف تيم وحيات صاخر ذي وحيات صاخر ذي كو إليه كوف تيم يعني كوف فهر ويان طاش يسوي حلقو ما أركو وحيات صاخر ذي وحبال أبو أركو حبال أبو فهمه كوف تيم وحيات صاخر ذي هذا لنا صوص على هي معنى يوغن لقوه شيئيو بل مد وليبا مهما هذا ينصوم مريته كوها بوين شيك هذا لا دموحة كم ذا واحد قدمت الزكاة الزكاة هذه باتسيسي لأحد الأشخاص تدك قف كم ذا باتس فرفضها الزكاة دي بوكوكودي دوحل الدول مايو فأعطيتها الزكاة دي باتسيسي لأحد الفقراء تدك الفقراء دعمت كم ذا باتسيسي مركز يقول ديدي ثم جاء شخص قف كيبا يمد الأول هو رأيت ديدي وسألك الزكاة الزكاة دي بها دلك ويديستي بعد أسبوع ويك تبي تقولي وارس كذي هذا هذا مقصي إسي كل كورة هوا باتري دوري ما يبولي منو بحنا فقراء دباتي زه ويك تبي بقول صار نقضي مراسيو كل وارس كذي إسي كام مهما تكو حبوا المحن قنسا محن قنسا أصيف ضيعت اللبن إن لا يراك يعني وادي حقاقي عارها بيلهي عار ما ضبطها هي وادي عيرها بيلهي حقاقي إذا نسا كاسوكر وقت جيدي وقت عاره يبودي وقت يدنا وديدي قبل موعد الاختبار انت على قال وقت امتحانك وحبرشدا نصحته واحد لا تلسي صديقك صاحبك او زميلك اما صاحبك زميلك انت بدون صاحب لكن هو صاحبك كوغلا صاحبك سكولك ارض كلاس ميتك اد ملو ودغتان انت بدون زميل بالا كا سو كلي ان يدرس ان وح اخريو او وح برته جيدا سفيعان لكنه اهمل او ضيعي كثيرا انفر بدن اي وح برشد اللوميي او لو فري او وحبا دغن واي ولم ينجح في الاختبار تبدا نوحو كو غوليسن واي امتحانكي ما كاسو كل اورنيا رجع بخفي حنين واي قول درو اودن وا لو سو قاتا ما هي رجع بخفي حنين تاسينو قادن كرنا ثلاثه اخذ منك احد الاصدقاء صاحبها ميد كان ميدا با كا قاتاي حاسوبك شخصي و كا قاتاي كلكلاتر كاغي aad maartay wax ku qoraysay wala ma cidhu ilayka kuumu soo celin wuu ku soo celin waayba wuxuu kula isii aan ku qabsado waxa waad u dhiibtay uu ku soo celin waay oo caada uu soo celiyay oo uu ku keenay bixaalatin gheyra jeedida balkin wanaagsanayn uu soo kharibay bixaalatin gheyra jeedida xaalad fiicanayn buu ku keenay balku kharibay buu ku keenay maxaa loo neemarka jazaa usnimar taas oo kale waa wanaagii muxuu kaga abaal guday xumaan waamo qaado baa kuuska ba qaatu soo celin waay ama isagoo baabiyey buu keelay kaasna xalnaa jazaa usnimar wa abaalkii ku dhacay sinnimar oo kale
وايه أربعة ضربت من أحد الأصدقاء صاحب هذا ضمت كم ذا واحد كعبستي شيء محبات كعبستي فلم يرفض كومو ديدن كومو أورن مايا وهذا تيرو هراء تيرك خمر دعاء ما له هذا إيه هذا قف عمر هراء كله هذا وأنا كل جلواني وحبك كومو مهلك هراء وهم قرن أنا كاسو ديدن عمر كيو حق له كتاب سيو تيرو هراء تيرك خمر دعاء هذا قف هراء كله هذا حام هيو قف وحسيه كسوقات يعني سوى سبوا كوا مبحي وحكمت ديلا من الله يا كوجحن قفكي كل كا كم أنا وحبك كم هيو لكنه عفوا لكنه لم يحضره شيء مكرين شيء أخرى أتقعد ستيك ممكن وأخذ وحب بلابيون يقول لك إنه كوجي هذا كل يوم ما نقول با سأحضره غدا برهن ممكن توانا marka aad qalbi waxad gashatay inaad wax heliis wuxuu joojin waayay baray baruurisu baruun ugu sin bar yaani wuxuu kugu sii dheereeyay dhibaatadii marka kaas qof qaranayo mawaacid urqub waa balamihi urqub oo kale ayu kaas ila noqonaya aya macnihiisu noqonaya kunta waxaad ahay macaazu malaa'ika saaxibada baad la joogtay tatanaaqasuna waxaad ka doodayseen ka wada hadlayseen aan mawaacid bidaayti shahr ramadaan waxaad ka doodeen waqtiga bawcud xilliga ay bilaabaysaa bisha Ramadaan waa caawo waa habeen dab waa caawo saasad midna lagu murmaysan oo muran baa idin dhaxayaala waqtalaftu ma adfu khilaafteen fi dalika arinta waqtiga bilaabmayso adiga saaxibada baa ku murmay hadar zamiil saaxiib ay mid kale leedihiin oo idin ka maqna oo la kubid ku saaxibatiin saaxibadiin dhalinyarada halka soo qaaday ardayda aha ama saaxibadiini badna mid kamida oo ka maqna baa yimid wuxuu u yidhi mufaajaatin si kadis umbo idin ku soo galay idinkoon ka warheen وقال وحول إنكي إنه إنه يسقو سمع كما قلي في إذاعة السعودية إذا عد السعودي وحي سيكتبولي أن أول يوم ما لنت أهو الرئيسة مشهر رمضان مشهر رمضان أي بلاميسة سيكون غدا بريب ونقنية بريب ورمضان إذا عد كدقيستي ولو قمر ما يسومها رسول بتسوق لساحبين رسول واربحة كمرة تماما شريه إذا عد وحي سيكتب إذا عد السعودي أن بريب رمضان أي تهي حلونا مركا وحلونا يا قد عد جهيزته كل قول كل خطيب واتيوكله يعني جهيزة واحد أفجويسي وصاف شرتي نيك استوى باني الهابا يعني وحي لقمر من هذا ما ذي مك أو كاوي هدي لسيها لف أيد مشرتو إذا عضو وحي شكتي وكل واقضي إيه بريت هاي نك بريكي لها أي كيس هذا مرها أي كيك مالك ليش يجي يبقى ويسوي حرم يسا وهذا من قطعة جهيزته قول كل خطيب على مركها وحي جهيزة جويسي أو صاف شرتي صاف مرتي نيك استوى باني الهابا نهيزي oon ma hadduu xataa si wada baanaysa macna ma sameeynaayo walaa guuri asalta shakhsan qof baad dirtay liyastariya laka shay muhiim inuu shay muhiim ku soo iibiyo laakiin waa dhaaca almaara xoolahi uu lumiyay aladi aadayta uu lumiyay xoolahaad u dhibtay uu lumiyay ba walaa ma xudur shay waxna mu keenin markaad u dhibtay waad war lacagta qaado iisoo iibi ee waxa iisoo iibatay dabadeedna muxuu ahaa xoolana kuma keenin shaygiina ma keenin xataa wixii buu lumiyay gabigiisba wixii buu lumiyay kaasoo kale muxuu noqon karaa wuxuu ugu dhow yahay isaguna jannat baraaqishu inaynu ahno qad maxaynu ahno cala ahliya jannat baraaqishu ayuu u dhow yahay kaasoo kale waa mid dib uun horseeday kana waxaa la faa'iido mukeen waxaa lagu yiri wax soo iibi shaygii muhiimka ahaa shaygii mukeen xoolina uu lumiyay gabigiisuba markaa muxuu kaasi dhaliyay dhib uu buu keenay isticaab wa mufradaat wa tacbiiraat wa macnihii oo la fahmo iyo erayo la sharxayo iyo hal abuurba wax hal abuur keenaba awal al isticaab macnihii oo la fahmo tadrib waaxid leeliska koobaad dac calaamada sawaab calaamada sax waxaad ku qortaa oo khata ama calaamada qalad ku qor halkan meelahan goobad leh ama meeshan yani murabac leh afargees leh tuma sax il khata khata wixii khalad aad ku qortaa adigu sax asawaab wixii sax xagga kale lagu dabadna ku qor adigu waahid banaas nimar wuxuu dhisay qasran jameela fuuq aad u qurux badan buu dhisay ninka injineerka ah reer yurub aha fajazaahu wa abal mariya al malik boqorki nucmaan al mundir ahsana jazaa'in abalku ugu fiicna ka qalad baa lagu qoraya yasixun ayuu kar yeelay oo uu dilayba itnin alqaa aljunuudu ciidamadii waxay ka soo waxay tuureen annucmaan boqorkii nucmaan bay ka tuureen min sadxil qasri fooqa
كوكتيسا سري كوكتا أسرهيسا أي كالليين كاسنا وقالدو وحي توران سنمار أبو غوركوا نكي أمر كبحي ثلاثة حنين والنعمان نكا حنين لوليتي كبولها أها يو النعمان نكا أسو بغوركي أها كان يسكنان لبدو واحد ديقانين في الحيرة ودلكي لولنشري ماشي لولنشري عراق كمي لهيد لبدو صح القاسي ديقانين لبدو أربعة رجع حنين حنين وحو قاتي بالناقة هاشي وتنك ريميقة يو الخفين لبدو كبوض بيساقا قاتي تاسنا وقالت لبدو كبوض نكو وقتكي لكن هاشي يوحي سارابوك حيستي خمسة وعاد عرقوب أخاه عرقوب وحو بلان قادي ولكن وحسيه ولكنه لم يعده الشيء وحاموسين تاسنا واسح ستة قتل الأخ نسو أخ نسو حو دلي نكي لورنجي واج نكي ريجو هاي نكمي دها زوج الحسين حسين نكي حسين نكي سيبو دلي وغلط حسين نبو أها أمو أهين قبر مو أهين حسين لفتي سو دلي إنكم حقول زوج شي حسين بو دلي سو مورن ما حسين بو دلي حسين بن عمرو نكي لورنجي بو دلي سبعة هاجم العداو عدوي وحي واردين قوم براقش أيدي براقش قلدي لهيد بالنهار وقت مالنا تاسنا وبين وهبين بين ويرين تدريب ثالث تدريب ثاني ليلس كلابات أجيب اختصاري سكوبن وقول جواب عما يلو حصص على ما رأيكم محاي كلات هاي الملك النعمان نكاس محاي كلات وحو سمي أبل درف والحمد سمي نكاس وآخر لمو سمين وهمني ما ضحي سمي لمو سمين ما جنت يسين ودري نكى سما أو سما فلان أو طلمي وحنين عقل يكون دقاقنا كم دقاقين عرقوب عرقوبها بلنفروها بلن من بلنفرها بدن أو بلنفريها بدن أو أن بركها هم بوها مركها لأيغو وحالي نوغو ورمي حنين بلسيه كورن حنين يساقونا من خائن بوها حنين وخطره أو بفكرة ونكي ريميقها انت يرد كغل سبطي لكن وحنو سيبه يحصح مواهين هو خائم نكن الأخنا سنة خائم بوزناها نكي أهيشيين إنه لكن حمان بكوشي إنه وحبوبان وحدعان أيو سنة خارجي كاسنا الظالم بوها ما الذي جعل حنين يغضب محا حنين محا كعريسي حنين سوى بسارة سن أيو سوى قلي كانين ريمي كل قاسو بقاسين ما بطن كوا دلك مرك بسارتين وحير هيانا ويكحو مالان دلك سحن بايعا سحن بايعا وحن كم يبسن دلنو عروضي إسنا قرد العقنين بوها يو وحرايا عدابي كانوا لقيا حنو سوى قلي تبعنا على دواك كذا دي بي سكين تيسي. وقول لي هاي ما هك عريسي بايع عادي فوش حميد يروح يبلا أنتي يبغى هدي سك حسي وحبا سقوط الصبر. ترى نوع عراضي وهل ما فعله حلال أو حرام وحن وسمي حلال بوه مسح حرام حرام بوه لعب وسمي مركز نبأ خيامي سن. ما المصيبة التي تسببت بها ما هي هاد بلادي أي أسوأ شيء ده براقشو. براقش ما حيسو جيدي تتكيدين للايو غيلة دي دي لصور راعو أيو سو جيدي أيو سو جيدي أربعة لماذا في رأيك هذه السيئة كلها ما حي الضلبة عطتي المرأة تقبرني الضلاقة ما حي فرين ويديزي من زوجها لبا أرهم أطبولها أهم في عناية أطبولها أنا تعليم هورتو أضيبوها أضيبوها ما تعلا وأنه قبيوح إذا دعونك عمهن فإنه نصب يزيدك عندهن خبار إذا دعونك عندهن إذا دعونك عمهن فإنه نصب تمر قد ايه هذا ربح هذا كله هابول واتلمان يزيدك عندهن خبالا اكتو دنا عسلمو كي هي هذا كله هذا ما لين بقى قبل بقى يقول نك سترنن ما هي واودي وما هيستان من اودي يقول نك رجبو كتشرو مر كذا يا نورت اودي بوها او قدم بهد قدم خلابات وق عنتك او اودي وح بحني انا مو هاي ان اودي عنتك بوها لولا قدم كذا ارتبت ورقته يسيب كتير waxay ku wax bixiyo labada ku sii joogtoog kara meelaha bimaada rajcala arabiyo ninka arabigihi muxuu la noqday ila baladihi wadankiisii muxuu kula noqday ka soo safray bi xufay xuneyn labada kabada xuneyn oo kaliya sagoo lulayo kabna lulayo kabna la laadinaya ayu la tagay wax kale lama tagin limada qatar nu'man sinimar muxuu u dilay xasinim u dilay wax kale uu mu dilinay wuxuu islaa qasri wanaagsan oo ka qurux badan ayuu dhisi doona intaas uu ku dilay ثانيا المفردات والتعبيرات وأريه يهل أبو الرو أين هلك سمعين دون إن شاء الله تدريب واحد ليس كوباد الجموع والتمعية التي تحتها خط حريق كهو سيال وردت واحد كسو أرورتي في النص هذا الكي أنكسو الشيكيني أيها كسو أرورتي
اكتب قرآن المفرد مفردك لكل منها مدول بمفرد كذا في الفراغ ماشي بنانكو قر مدول بمفرد كذا ماشي بنانكو قر واحد لكل المتكستة وكم إذا من هذه الأمثال تصار ياشا أما مهماها قصة شيء ومهماها مهماها نصوى مدول بشيكا يكسو بحضي بيلا يذهبوكول هل كيل بني لكل هل كقدم يصوى بنانتها الأمثال بحريق لقوه سقري وجمع مفرد كذا ماشي بنانكو بوحي ومحاتا لكل مثل مهما كستا ومن هذه الأمثال مهما كم إذا وحي لها قصة شيكو يدعو شرتي أو يكسو بحضي مهما هذا يكون بحضي باشرتا تاسوا قطب اثنين لم يحدث مدع هذا أرنكني في أي مد نبأ كم إذا من العصور حلية دي السابقة هوري أرنكني أرن هوري الله أركي معها وحاجة أقبه حاجة عرضا معها مركا آيك هالكيمك الحريق لديك العصور هل كبرنان مفرد كيدا جري وعد هذا لم يحدث هذا أنت ما دعين في أي عصر وقتنا ومن العصور كم ذا وقت يدي سابقة هراء أين دافي كل من قصص الأنبياء متك استوى كم ذا شيء كون كأنبياء لقى ورمو فيها حكمة مرتبة كشرته كل هل كذا ما يسوي برنان تاي قصص والله هذا حريقة وجمع قصص مفرد كيدا هل كجري كل قصة وحتى الشيء كاستا وقصة قصة أصلا من قصص الأنبياء شيكوين كأنبياء ذا قصة أبسن فيها حكمة مرتي يمعنوين با كتيرة أربعة تجولت وحن كوريجي في غرف الشقة شقته وقريجة قيبتها اسكنكو عن مثل هدو قريجو وين هدو قريجو وين هاي قيبها اسكنكو عن ايه لو ددقو شقة لين هذا اسكو حرن سوالهان ايه فردق يهردد يهالك عمتدا ايه انتا اسكو حرن ايه قار كابا شقة وين hadaba shaqooyinka ama shaqaba dhaw qaar shaqaba qorayaan kanba saas ku fikulu shaqatin ay leeyahay waxaan ku wareegay yacni fi qurafi tajawaltu fi qurafi shaqa inta rugta ah ee isku xiran maqsinadeeda oo midalan ki fadhiga ki cuntada ki hurdada inaha soo kale ayu ka kooban yahay marka qol kasto oo shaqada ama rugta yar kamidaba waan galay buu leeyahay marka halkee imka la qadhiga xariiqa waa la dhigay quraf hoosteeda la dhigay halkana waa la baneeyay dabadeed mufradeeda meesha banaanka qor oo maxaa taada qurfatan waxan galay oo ku wareegay qol bacda u xura mid kale ka dambeeya markaan mid galaba ka kala angiriyay qurfatan bacda u xura waa maxay qol baan galay mid kale ka dambeeya mar had kan gashay fadhiga oo ka baxay hadana wuxuu galay ki midalan cuntada hadana uu ka baxay ki hurdada uu galay saasoo kale qurfatan bacda u xura يعني قل قل بارو قل هكذا نحن وياه قل قل بارو قل خمسة كل جوانب هذه الحضارة البحر ماذا لنعيه ذات أوردن والبحر ماذا إسلامكم مثلا جيدة توي وناسين تهاي أما يعني البحر ما كربها نقطة مثل ربك سوقات وحبوك صورها به تسلمك وحبلك ما صورها به إلا هذا كان بوياني هل كان بحرق على دقي جوانب الله هوس دقي هل كان لبني إلا هذا كذب أيا لبني هل كان هذا بنو فرد كذا كان وحتى كلها جوانب هذه الحضارة البحر مثلا قيبه يد نعيد ذلك الدواني بنك الصدور عضبة جيدة موي ولا سنتها إلا هذا الجانب إن عامويا أرغن واحد كقرن ملكة إنجلترا بقرد إنجليزكا من أقدم قصور أوروبا فوق يعني فوق يدا مدح تويوينكا رهار يوروبا أرغن كوحة أهر هي كإنجليزكا يود أوي marka ma hal imka la dhigay qusur ba la hoos dhigay waayay qasri marka halkaa geeyay waxa ta qasru malikati ingiltara guriga boqortooyada ee ay degan tahay boqorada ingiriiska ayaa ah min aqdami qusuri uruba uruba yurubo dhan boqortooyinka ka dhisan guriga rugaha boqortooyinka ah ee ay degan yihiin waxa u daaweyn dhismaha boqortooyada waa dhismayaasha ay ku jiraan hadday tahay faraas hadday tahay hadday jarmal tahay hadday qeyrku tahay waxa ugu daaweyn ee rugta boqortooyada ee ingiriiska ay degan tahay boqorada ingiriiska wali waa boqorad oo iyadu baa degan waa ugu ilaa imka dhan waa tii deganayd fantomaadkii ayaa imka degan yahatam waxa ay ku dadaalayaan al-muslimiin dadka muslimiinta ah way ku dadaalaan bikulli min layali ramadaan mid kasta oo kamid ah habeenada ramadaan halka bikulli laylatin
هبين كسومين ليال رمضان أي كده دالان يعني عبادتي ذي كل عبادتي استان أي من أيام الأسبوع تفضل كيبات أتشعشها وهرنا مركا أي يوم أي يوم مال انتيبات أيام أيام كفالة هوسك حريقة تبني مفرك كده ماشي قلي أي يوم من أيام من الأيام من أيام الأسبوع ذي مال أنت كم إذا مال ما هو ويجاء تفضل تيبات الدور بدأ دو أتشعشها تسألهن تضبط أيامات أوي كجوبي هاي ما أنت تشعش هو ما لنا مثلاً ما أنت الجمعة ذا قرقة سوقات أو فصح عبادة بقى إنه قف وش علان كربا ما أنت تشعش اثنين تأكل وش علان كرا ما أنت تشعش يعني أدو لدي مواعيد أنا قبل ما بضم بقى ما أنت أكتي ذي يلا أو بلا ما بضم بقى كثيرة فربضن ولا أعرف ما قرنا إلى أي أذهب أنتقو إلى أي موعد بضم خانسة إلى واحد اللي قلي مفرد كمواعيد زم جمع مواعيد إلى أي موعد أذهب بلا ما ها بلا أن تقو أو أن ما أنت كوه جا ما قرنيه يعني وما قريب سامي كرين تصوب بلا ما أضبع إسكوب بيجمي بلا ما هصوب نبع إسكوب بيجون يجي على ميد أن تقو أو أن ما أنت أوفيو أني يد بتشيوم لما يسترو كرن ماي وبلا ما هذا قوم خلاص يعني مثلاً أمي دلوقتي مهم تاعي يجودهم بده بلا ما هذا تاعي شرعياً ده هو أرين أدق بس يدبا عشرة كل هؤلاء الرجال رجال صار المسلمون وأوضى مسلمين إلا هذا كان مويان كو أدوها الكيلة قرينا يا الرجال بقى سمعيا مفرد كده لك أقل إلا هذا الرجل بقى رسمارك من كان مويان تدريب تاني لا يرسك اللبات وائم اسكو هبه اسكو هجاج يعني مواءمد ومناسبة وكله اسكو هبه بين الكلمات الرياضة في القائمة ألف ليس كألف كأه انت كوها صغرا وما يناسبها في القائمة با انت أريق الله كوها بون كتر ليس كبا قائمة دوال ليس ك يعني ساقط حنا إسواسي هلا وقت بالعبارة دب نهذا القوس بحرم حد كوكر تامر كاتسوك ينتلا بدأ يسلي في جيم هل كجيم كوكر لبك استوى يسلي أنت كاتسوك ينتلا عن جيم كبرنا كوكر أحسن واحد وما أحسن باك كوكر يا يا هذا قط ما يصدقونه أحسن الجزاء أبا المرين توقف عن هل كدون دب أحسن الجزاء حد كوكر تا هل كوهر يسوي كوكر نمبر كوكا برنا جيم مثلا اثنين جواني بصار كاتسوك ما كورنا جوانب القصر هل كحاد أوفرسو لنعيده فوق أما فوق بقرطويدة يعني جوانب القصر هل كأكوكر تبعنا يقوى صعود هل كإثنين كأكوكر يا بنان الجيم كا ذات سؤال كاسمها ذات يوم ووج إيج مال ما هكمل ده تبعنا يقوى سبحان هل كصدق هذا كوكر زمن الشتاء الضوء كهل كألف كوي على وقت كتشيلك يا قبوجة تبعنا يقوى سؤال كأفر تكوكر الجيم ككتالة خمسة إحدى الليالي قرالك بعض الضوء إحدى الليالي متكم ذهب يندى تبعنا هل كشنت كوكر يا بنان الجيم كا منع سؤال كاسمها وعطى منع الثأر ده إن اللي يسهرتها جا أرجوسكا هل كطاعة إيك تبعنا واحد كوكر تا رقم كبنان اللي حد يحقن كلك بنان الجيم أهل تبعنا ده وتطبع وحال الضوء تا جيم كا أهل المقتول تتكيل نكيل دلي تتكيل سيد تبعنا واحد كوكر تا هلكن إسقاط الله سعودا حقن بنانة سبعة أكو قر مارتي حق الجيمك ثمانية حقيقة صومها ذلك دون حقيقة الأمر اللي تبنده وعند أرنك رن هانتي سده أرنك ربط عليه رن تأ تبنده هلك مرتاي سقولا دونه تو ثمانية حقن كلا كقر مارتي الجيمك كبنان خلف سؤال كاسمها هذا دونه خلف الميعاد بلن باتين تده تبنده يقوى سعودا حقن كقر ما هاك وقدم بيا قبول سؤال كني ماها قبول الدية قر هاي زايد إيك مقت الله أقراضه وأرمين صومر ناي تبعنا حاجة كقر تدريب ثالث لا يلتقط الدحات هاتي كان من الناس هذا الكيو حاطين كي أنت على كلمات كلمتها التي أريادة تشير أي تلمام يسو إليها أريادة التعريفات التالية تلمامها صو صعدا هل أريدي جملتها ولا مشيجيا هل كأريدي شيجيا شيجاتو التعريف هل كان تعريف كيف أكو قرن هل كان قال كلمة توب برنامج على جدات أكو قرطاء دو تعريف هو محي واحد شخص يصنع قفقة سمائية على حديث تكبها يسقو سمائية ويصلحها هطيح ما هذا نحجة أشياء وإسكافيون وكبطلة أرجع أنت أصلي محي شيء إسكافي ورسوم مرة حنين كي إسكافي جاه وياه ومركب حنين وما جاي إسكافيون وكبطلة مركب الأرنية ما هذا نحجة أكو قرن اثنين بناؤن كبير بناؤن عفوا بناؤن اسمه كبير آذوين اسمه آذوين أو فيه غرف قال الكويالان مخسن الكويالان
كثيرة فربضاً ويسكروا أي دجان الملوك بقرهضوا يوال أمراء بقر حجينكم أمراء وحلا هذا هذه الشهر مرة أمير المؤمن ولا هذا لكن ملك هذا الرب أميركم ومثلاً كهوسية إسقى قبلة ديوها هايستا مركا أي فر أي دجان أربعة لوسو كوي كله بعض الأنجيا وقسم وتنصمر وفوق بقرتيو دجان تاي أما أميره أي دجان ثلاثة حيوان كبير الجسم حيوان تروين أو يعيش في الصحراء لما دجان كون أوران كرا وأنا كر جمل وبعض الأنجيا جمل وحوي أما إبل مدة جيلة أي أسوق ركون أوران كرا حيوان وين ويا أربعة شجرة طويلة جيد دير أو تنبت كبحة في المناطق اللي مالها الحارة كل حيابها أكلا يد وضمضة كل والمعتدلة وضمضة ده حدحات كا أو ثمرة طه مريهدا تسمى لقمة جعابه تمر تمر جيد كنا نخلة تنبلا ده يسجنا جيد كم يعيش كادونية جيد كنا وان نخلة تن مها مروه نوا تمر خمسة فصل من فصول السنة حل كم ده حل يدا سنة كجديس كم ده أو يكون فيه أو نقطة وقتها الجو هوضو أي تهي بارد المد قبو شتاء بوقتها الله إلى هذا أفر تفصل مد كميدو ويان مركز شتاء جملو يكون رمي هل أربي تلمامي أن بكوري هل كأري أدو مركزيك تنوى محي ستا مال يدفعه القاتل حولو بحيو قفك وحد الله والعياذ بالله لأهل القتيل منك للدلي إيه والدلي تدكي سأوصيه هل أربي لغسو كوبية دية وامقي يدنا سبعة فصل من فصول السنة حل كمدة حل يدا سنة كمدة وتشتد فيه الحرارة وآذو آذيها كوريلكو صيف بقى الله إلى هذا سجرة هل كأري هو حجاء وقت يصلق صوكو هل كأري صيف حجاء ثمانية مكان واسع مال بلارن ووي ومن الأرض لك كمدة وتكثر فيه نباتات الأرض يدوق كوبني هاي التي الأرض تصوت تأكلها الحيوانات حولها عنان ينو يو maartay noolaha kale ay cunaan ugaad oo kale iyo xoolaha iyo cunaan oo hala marca waana meelaha keymaha ah ee burwaaqooyinka ah ayuu tilmaamaya marka tadrib raabic layliska afraad iqra aqri kull ibaratin hadal kasta aqri wansuj wansuj uqor ala min waliha si uqortaadna uqor imgu uqor u cujibay ajaama shadiidan aad cujub ajaama shadiidan يعني أعجب عجابا شديدا أدبا لوريابا لياب أدو أدو محاربة حاربة محاربة شديدة محاربة حاربة محاربة دقال أدق بقري حفظة مثلا حفظة حفظا يعني جيدا أخرى دون كرتا وحفظة حفظة أدو ناكسا ربع تربية حسنة تبدون كرتا وحو تربية كوري أو تربية وغفقي وطوبري كوري ناكسا مثلا قراءة قراءة سريعة تنبال لكرا قراءة دق دقو أخري فعل فعلا جميلا فعلا ممكن هو قري فعل فعلا جميلا وحسن ما يشتقى ورأس إذا عاش فسيمن قصورا أخرى هدون نورادو وحقادن وحرسيتونا فوقية كري إذا عاش هدون نورادو فسيمن وحرسيتونا قصورا أخرى فوقية كري أبو قرطوين كليهين هكذا فهذه الجوائز أبو قري مثلا إذا مثلا إذا فاز فسيأخذ وحقاً دونا جوائز وحقاً دونا كثير أوكله جائزة بدون وحقاً دونا إذا غفل هدوء اللوبه فسيفقد متاعه ألا تسوى دونا أوكله إذا غضب هدوء عروضه أوكله إذا غضب فسيفسد فسادا عظيما وحبدا بخريب دونا وحيا باس فلادو كبوحي وحيا كورا موقتهم قواعد اللغة هكا نواع قواعد حق اللغة اه اينا قادنين التمييز بان يمكن تمييز وعدي واري وعدي يعني قواعد وحا قواعد نحوه وحا اثر كيس وي جملة دنبو كسيكي وحا لقاها اللي يقبيس جملة اسمية جملة فعلية وحبوية جملة دا سمع اري لغو برايا كلمة كستحل كيكسو يمحي فايزة فعلك وكلمة كم هي جملة ده قارب على قبرية فاعلك وجملة كم ده وأري كم هي جملة ده ساقارب على قبرية مفعولك وأري كم هي جملة ده قارب على قبرية حاله وأري كم ده قارب على قبرية ت
تميزه وأري كمدا قال بالو قبره وأساسه قرأه قبل كده مرة تصور رسو سلاس ما ينلها جملة أيك هالسا جملة دي أري أري القبره يا إياه الكل قال يوح فائديو يوح على عربة تميزه هذا ما خلو قبره يا مر بكلمة بوينا برا كلمة دني اسمها جملة ده هالك كجتر تيو معناه فائديسي عرفت لسيو وأنا سألوا سعطاء زوجيسته هذا المسكحة كصور رسو جاب الجمل المفيد ما ينقال لنا جاب ممكن نحاول قال له صالحا هل كي كجشة كلمة دني ما هي فائديسها ما حصل إعرابة أنت هالسون ويان مركا أريضا وفي القناة يو وحب الجمل المفيد ما يكون شلون جاب مودبة وأنا دري كهال هاتها ومركا نحاول قال له يو إني الكلام المفيد إن لقاه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إن أنت على قاه الله أجو أو أنت على غبار يجيب لده ومدوا اللي بحالك كجتر تون لوش يجيو يوح فائدة يعوح على عرابه الأمثلة أدرس واحد براءة أفرسو أعطيته بلا سوء مكوسة ما يهذا ألف أعطيته واحد زي زكاة الفطر يبان زي ساعة برا واحد زي حرسودك قمدينا قمدينا بان زي ساعة برا أفرسو ساعة برا ساعة بانسي ساعة واحد رسدك وأفر مدبوق هذا ولا بقى عموضة برا مركب محاي سرع عيسى برا واحد سرع عيسى ساعة وتميز وعدي هذه مك برا اللي جوجو هي معني سلام قرنيو ساعة بانسي هذا في هذا كلية ساعة سمة دقيقة با مقامدين با مهاد با ما أجلي با مدقير با واحد كسر ساعة ولا قوم يسكره وسقوا ويل وحلا ضرويين لكن وحي اللي قوشوا بي محوقها برن أي عدين سمركا برن وعدي وهو عدين يا أريق ساعة وحي يهي وانا كيل ايك كيلكو وقرانكا يوحي لمدكا وقرانكا يوحي لمدكا أما هنغض فوستو أما هنغض تشريكان أما هنغض لتر أما قران هنغض أما كومبا هنغض شي وحلا ضرو وعبرن ووحلوك لغاتل إلى كيل اثنين اشترى وحو يبسدي المزارع نينكي بير ولها اها فدان قودي انو قودي وانا كرنا ما نقانو محوها فدان عبر كيسو وحو ايان وان كمدا قدعة للا قودي كسوقات ارضا او للا هدو فدان وحيابا بلو عبر كراي محامل كائمك فدان كعدينية ارضا هدان الرعين لما قرنين فدان كنوحي هاي ارضا او للا ابو يبسدي ارضا فدان بيعدينية سا أري أري إيك وكوشيك دوراي كان تميز مفرد بالله أما تميز ذات بالله هل أري بو شرحيا أو برن ساعة قول ما شرحي سا أرض النفدان قول ما شرحي سا من نجم له شرحيا وحا مثلا نسقل لها تميز النسبة معناها قود بو شرحها فما يعمل مثقال ذرة قفق السمائية ذرة وحلاك سقر حور ووحا أعضي الوحا إلى مقابطها خيرا ووناك يره وارك الدونا خيرا ما شرحي سا مثقال ذرة ما يشرح يسا مثقال ذرة وحلق ذرة وحلق ذرة دي ومحيطة ذرة دي مركها وحلق وحلق مثقال كالإيق ومحي خيرا ووناقة هذي اللي قد إله مثقال ذرة وحلق ومحي أباش يتاقنا لهيد ومحي خيرا ووناقة خيرا با مركها عضي لسا مثقال ذرة وحيطة هيد سو مركها مثقال ذرة هادران شر الله مؤرن ومعنى كرام يسمين أكتا مثقال ذرة أنت هالصور نوع من المقرتا لكن مدول بوح عدين كده تميز كده بس عضه إني أناقو رأيت وحنا كي أحد عشر كوب يطبر هداك كوب يطبر كده يسوع لما قرني معنيس كوب يطبر محيون بالقرن كوكب الحد جود بوري ما كا كوكب بعدين سكوب يطبر وعيين تميز بالك ها وعدي وتميز ذات أريبو عدين يا كم ده أريدة جملة ده فجلدوهم كل رفطة أو كل شادلة ثمانين سيداتن سيداتن كاسو مسيداتن بدبا مسيداتن بكاردات با مسيداتن شادل با مسيد ما حين نقول كرام إن مثال أقول فن كرام قفقة أو نوع مسيداتن كباد با سيداتن بالي كل رفطة أو مركب محلي لي جلدة شادل تبي سيداتن كيو حين تنا عدين سمركا هذيك الله ما قرتن سيداتن ما ترون بالله حين لها جلدة أو شادل تميز بالا لهذا تميز ذات افرت سؤالك الف بو قرين سو شنت سؤالك مو قرين شنتاس waxa way tamiis dad hal eray ba mid waliba cadeynayaan tamiis mufradna waa la yira ba kafa billahi shahidan kafa billahi ilahi ba kufilan
إلهي محو كفرني هذا بقى شهيدا إنه مرخات النقضه مرخاتي إلهي كويني مجره مرخاتي إلهي كويني مجره وحو النبي إلهي كسود الشيء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك إلهي بمرخاتي نقضه فلان أنيك أنيك إذنك وحاين اسكوها إنه حق يبادل كهذا إنه أنا حقا كتوه إذنك نبادل كتوه تان أكد مرخاتي إلهي كويني لقف سابج قل كفى بالله بالله وفعلك بعد نوى الزيادة وبعد كفى لسعوتي قل كفى بالله وحتى إلهي با كفلا شهيدا مرخاتي كفلا مرخاتي أهان مركا أي مكا شهيدا ما كفى بيسر حيسا وما كفى معنى ذو شهيدا ماها ما الله بيسر حيسا ما الله معنى ذو شهيدا ماها ما حيسر حيسا معناها قودة جملتها كفلا شهيدا يوحي هاي مرخاتي أهان لأن على تلميذ النسبة جملة معنيها ذو شرحية كني وياه وعقل الله ماذا أنا أكثر منك مالا أنا كاحول بدن وأعز كان بدن كان أود بدن نفرا حق ترده يدتك كان ضد يدنيا بدن أنا كادد يدنيا بدن بول أنا أكثر منك أنا كاح بدن مالا أرجع سوا محي وكعطيني بدن شه تلميذ بلا إله تلميذ النسبة لا هذا أنا لا أريبا كوري أفرس صدح أريبا كوري أنا أنيقا أي أكثر كابضا منك هذا أنا مي 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 مال منك هذا مي مال يهاي وما يا بدنا شو مي مال تها وما يا منك والله هذا مي مال يهاي وما يا صدح لا أريبنا مشرح يو مشرح يا معناها جود إيه جملة أنيقا كابضا ما هذه سيدي كابضا تها مي هذه عقل بضا تها مي هذه علم بضا تها مي هذه عدود بضا تها أنا أكثر منك مال مال بحق وقبضنا لنا وقبضنا بصرحية وعز أراك يعني بدن أما كا أود بدن أما كا حق بدن أما كا شرف بدن نفرا حق ذاتك تدي الدنيا بقى مركا تميز واحد لكننا ما حي هذان انت على أورن لما فهم يه معناه هري فكلي وشربي عب عن عب علي وقري قبوسو أو كفرح فرحة قري عين حق إيش إندها يقولون هدوك سدان هدوك سدان قري عين هذا عين واحد شرح يسا قري جملة ذا معنى هيد قري عين يعني إيش هذون حق بوسطه وإندها يقولون هدوك سدان ومن استقوا من الله يا إلهي كربضا حديثا ور للشيخ يا إلهي وركيسا كرنسا مت كرنسا لما شروا حديثا فلبضنان تإلهي يمركز شيخ كبرت كلمة كبرت ويويناتي محاويناتي كلمة كلمة هم بيويناتي تخرج من أفواههم أفكو دقصوا بحضها كلمة كبرت كلمة كبرت بيسر حيث ويناتي سوحية هذا واحد الشرح إما كوا عضين فالين إيا فلنقين لغبحيو هذا الكي عينو صوش يقني أمثلة لها شرح فالغبحنية فاهفاهم ويشرح إن وحي لفاهفاهيو أو معنيه سيلا بالبلاريو لاحظ أفرسو الأمثلة تصارياش في القائمة ألف إسكو دبطحن ليس كألف أو شن شن تصار يا هلقا استبدي يالا وليس استبطحن ليس كتصارياش كوشن أفرسو تجد واحد هلي سادوغان دونتا أن تميز عدايها فيها ليس كوشري فيها أمثلة كوشرا رفع وحو ماشا كروغا قالي وكرهوغي وحروغي إبهام إيهام مفرد مفرد مدمدو كوشري إيه مقدي مقدّي كحين دابنا أيو مقدّي كروجي قبله مفرد ككهرية أريج مفرد ككهرية مقدّي كوجدنا أيو ماشي كفيدي بكون كيلن أخذا هنقوله أو وزنا أو مساحة أو عددا مدودنا هذا كيلن وكان شيء إنه أمرتي كيل كا وحن فوليوم كليه هو أيه أو مرك عبراتا أما لتر هنقوله أما فوسته هنقوله أما هنقوله محوها قران هنقوله أما كومبه هنقوله أما كير هذا وها وحلو عبره أي كيلة كاسو شرحية وكو أو وزن أما ميزان ميزان هتاد مقصنا وضحك كيف تلا صاره إلا بس اللي يسوي ميزان يو كيلوجي يبريز اللي يسوي ميزان يو وزن بالورنية وزن قران مسوي قلنا كو عبران مركيم كعبريان وها قران خليه وين واتهاي مساحة مساحة ترى هذا waa wixii dhudhunka la saaro tusaalahan ama la dhudhumiyo
فكانه وحو كدغي كاس قال اسغو يري ساعن سو برن موهين من برن او قمدنا اما فدان قودي من ارض دول اه اما مثقال ذره وح ذره ليك ذره والى مقبته وح اضير ذرته وها لو عبره مرك قار شعاع هلكا كسو غلا مرك عبيده اي نهونا اركان غعتنا انا قبو مكرم با اد مود اليسك وح وا دحيعيا وحاي رو كلي او من خير وناغه مثقال ذره خيرا سومهين من بالو جري كلام من خير واحد عشرة كوب يتمن من الكواكب كم ذا حدقه والله هذا او فرسو ايضا مركله هذا الامثله تصالياشا في قائمه باء كجره ليسك باء تجد واحد هليسا او دوغانيسا ان المبهمه كهدودلن مبهم وهاي هذا مغع حغوغن او هدودلن او هرساري هي او معني سعدي ليس مفردا مفرد اري قرى ماها سدا كان كلا اري قرى ماها وانما هو جمله ووضرن او اسكو خدن او جمله فنسبه الكفايه افرزو كفايه كفلاشا سو كفى بالله شهيدا بيني وبينكم سماها كفلاشا الهي ومر خاطي كفلي هي تيرنت لو تيريي الهي با لو تيري سو نسبه او لو اني من اي ناحيه واحد يهدبا kufilaanshahan ilaahay markaati ku filay waa dhinace ma markaati ay oranin kifaayad oo qura kafa billahi ilaahay baa ku filay maalay dhinaca ilaahay ku filay waa dhinace maarsaaqdu ku filay yahay macad ugu kaaga filay yahay maxaa ilaahay ku filan yahay kafa billahi ilaahay baa ku filan min ayi naxya xagga kufilaanshu waa maxay haddaan shahiidan lagu darin xaggu ilaahay kaga filan yahay wala is weydiin kar lahaa kafa billahi ilaahay baa ku filan macad ugu kaaga filay macudurku kaaga filay maculadu kaaga filay maxaa ilaahay hagaa lagu filay waa maxay shahiidan buu markaa lagu cadeeyey markhaati ilaahay baa ku filan bayn aniga baynan kuwaydinka haddaad tihiin kuwa gaalad ah halka uu ku filay waa halka innaha misbadaasi ayaa halkaa la sheegayaa waa min naaxiyati shahaada waa dhinaca markhaatiga ayuu ilaahay ku filay wa nisbatu lkasrati lilmutakallim kii lahaa ana aktaru minka anaa kaa badan xaggeed iga badan tahay maaad iga caqli badan tahay miyaad iga cilmi badan tahay miyaad iga cuud badan tahay miyaad iga caruur badan tahay xaggeed iga badan tahay anaa aktaru minka anaa kaa badan dabeedna waa suuri maalan haddaan maalan raacin lama garteen xagga uga badan yahay min ayi naaxiyati dhinacaad iga badanta waa dhinacee innahaa dhinacaas waxa weeye min naaxiyati lmaal xagga xoolaha wahakada saasuun wad kan waxa la tamiisu nisba erey gaara ma sharxayo jumlada macnaheedu sharxaya kii horen erey gaara buu sharxayay alqaacida waa gundhigii imikana iyo gebagabadii iyo gobodii oo lasoo urinayo atamiis cadeeyuhu ismu waa magac nakiratun aan la aqoon ismigaa lama yaqaan macnihiisa haddii la wadhaa waxa weeye waa magaca guud weye common known waxa loo yaqaan baa nakira magaca guud oon cid gaari lahayn waa nakiro mansuubun waa la kordhabaa yudkaru waa la sheegaa libayaani mubhamin si u caddeeyo mid aan caddayn oo maaragtay hadoodilan oo hagoogi saaran tahay inuu hagoogta ka rogo oo maxay ah min daati mufradin erey laftii buu caddeeyaa oo haddaan isaga la sheegin tamiiska ereygaa lama garanayo oo nisbatin ama macna guud buu sheegaa iyo isu aanayn nisba maxaa la yidhahdaa laba shey laysu tiiriyo laba shey oo laysu tiiriyo oo waa maxay kafaa billah tusaale ahaan ana aktar anaa kaa badan muxuu ninku isu tiiriyey inuu badan yahay ninka adaan kaa badanahay buu badnidii buu isa siiyey isagu nisbada haddaba si loo caddeeyo ayuu sheegaa oo jumlatin baa la yidhaha kaa u fiirsan nisbada wadarta guud ee hadalka kalaamka oo dhan ayuu si guud u sharxayaa wayusamaa tamiiza daat baa la yidhahdaa cafwan wayusamaa waxaa lagu magacaabaa tamiizu daat caddeeyaha daatada caddeeya daatadu waa maxay ka mufradka caddeynaya ee shay keliya qeexaya waxaa la yidhahdaa malfuudan mid lagu hadlay baa la yidhahdaa tamiiza lagu hadlay oo lagu dhawaaqayba wa tamiizu nisba ka macnaha guud caddeynaya jumlada macnaheedana malxuudan mid la milicsaday baa la yidhahdaa mid la milicsaday oo la jaleecay oo macnihiisa la fahmayo ayaa la yidhahdaa walmalfuudu ka lagu hadlaa huwa tamyiizu lkayl walwasni walmisaaxati walcadad waa tamyiiska caddeeya kaylka waxaa la yidhahdo
oo marka miishar mad kale sheegayo keylka waxa la yiraahdo folium-ka ee wax buuxa ama la miiso ka sheego weeyo wasankuna waa ka sheeg garaamiska misaaxaduna waa mitriska cadadkuna waa tiradii caadiga ahayd ee 12 ahayd weeyo ku waxa sheegay weeyo baa la yiraahdaa maxay tamiisu dad baa la yiraahdaa shay buu isagu tilmaamay kaas hadaba tadriib waahid leeliska koobaad bac waxa dhigtaa khadan xariiq mari taata tamiis tamiiska xariiq hoos dhig wabayn cadee noocahu nooc u yahay fiimaayili waxaan soo socda intaad adigu xariiq mariso tamiisu dad inuu yahay inuu tamiisu nisba yahay aduu kala tilmaan aljumal imika halkan weeye noocu tamiisna halkan baa lagu qorayaa mid walba meeshiisu waa cadahay walow jiinaa bimithlihi haddaan isaga oo keeno kala keeno oo madadan khad ah madadan ayaa lagu leeyahay sheeg waxay tahay waa tamiisu dad muxuu sharxayaa bimithlihi mid la mid ah oo kala midki muxuu noqonayaa madadan oo khada dabeedna waxaad halkaa ku qoraysaa tamiis dad baad qoraysaa ama tamiis mufrad baad qoraysaa إن هذا أخي كان هو ولالكي له 99 نعجة وحول لي سقال يسقاشا لحاد أما سقال يسقاشا ناقوت أي قضاء ودمر كان نعجة ولا يهضر لحظة ولا يهضر نعجة ودمر مثلا قضاء أي مكا هذا له 99 99 سقال يسقاشا مبولية ولا يقوي نعجة سقال يسقاشا لا بقرني سقال يسقاشا وحكا صولة تريدهم سقال يسقاشا حراد بين أخران sagaal iyo sagaashan loo noqon karaan sagaal iyo sagaashan maray noqon karaan sagaal iyo sagaashan guriga noqon karaan waxa la wixii la tiriyo baa soo gelaya laakiin maxaa ka saaraya nacjata mar la yiraahdo markaas koob misa dabadeedna timiisu mufrad baa la yiraahdaa erayga 99 labada eray isku xiran ayuu sharxayaa waxa raaca wasta cala raasu madixi ayaa ololay oo holcay shayban wuxuu loo holcay waa ciro cira oogsatay oo cadaatay wasta cala raasu shayban hadaba waa ciro maxay sharxaysaa imika shayban isticmaala ma sharxayso shayban olol ma aha shayban madaxna ma aha madax lama yidhaa qofku isagoo cirala madax buu leeyahay isagoo cirala hayna madax buu leeyahay isagoo timal hayna madax buu leeyahay madax waa ka gaargabigiisa cirada hadaba ciradu madax ma aha ololna ma aha maxay sharxaysaa isku xidhnaanta madaxa iyo ololku ay cadaanta oogta cadaatay ma hadaba waa ciro shayban دونها التمييز الجملة معناها جودة جملة وعدينين ولقد أرسلنا وحن درنا نوح نوح بان درنا إلى قومه بان درنا فلبث فيهم وحجوا قد حدود ألف سنة كن سنضاد إلا 50 عاما أو كنت لا سقال بقولي سقال بقولي كنت كن كنت لا حتى أرجع تمييز كمان تواكي وسنة تمييز كانوا هو استبيني هاي مركو ألف راعو سنة ما هي سرعة ألف haddii alf la oran lahaa kun oo laga aamusi lahaa waxa la kun maxay kunku maxay yihiin xoolo ay noqon karaan adduunka oo dhan kun laga dhigi karaa marka kunka sanadkan marka sanadkan kunka cadeynaysa maxay noqonaysaa waa tamiis waa cadad waana dad dadku cadad ku jira iyo kilo iyo wasan kuba iyo misaacaduba wa fajjarna al ardh dhulki baanu dilaacinay uyuulan ilaanu ka dilaacinay ila biya maxay sharxaysaa uyuulan waa tamiis fajjarna ma sharxayso oo dilaacintu waa gaar boqol arrimood baa la dilaacin karaa cuyuunan ilaha cafwan dhulkana ma sharxayso waxay dilaacinaysaa waxay sharxaysaa sida loo jeexay xiriir ka dhexeeya dhulka iyo dilaacinta maxaa laga dilaacay dhulka cuyuunan ila biya ah waxay sharxaysaa cuyuunan xiriirka ka dhexeeya dilaacinta iyo dhulka waxaa tamiisu nisba macnaha guud ee jumlada ayay qeexaysaa haddii imika laga aamusi lahaa ololla wafajarna alarda dhulkii baanu jeexjeexnay lama gartin waxa la jeexjeexay sidii loo jeexjeexay cuyuunan ilaanu ka dilaacinay biya ah oo qulqulaya tamiisu nisba markaa kaa la yidhaahdaa waman astaqu min allahi qiilan yaa ilaahay ka run badan odhaah la yidhaahdo ta ilaahay matu ka runsan baa jirta waa maya waman astaqu min allah yaa ilaahay ka run badan qiilan xagga odhaahda iyo qowlka qiilan waxaa cadaynaysaa runnimada ilaahay halka ay ka hadlayso runuun sheegid runta ilaahay ee badani inay tahay xagga ereyga waxaa ilaahay sheegaa waxba kama soo noqdaan kamana soo noqon karayaan ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun iyagoo gaalo ah falo yuqbala min axadihim laga aqbali maayo lagana ogolaan maayo mid iyaga ka mid oo gaalnimo ku dhintay milul ardi dhulka muggii oo maxay ah dahaban haddaan la raacin inay lacag tahay iyona wax kale tahay iyona camuud tahay iyona dhagax tahay mid walba noqon kartaa dahaban oo dahaba hadduu keeni lahaa lama heli karo dhulka muggii asalkiisaba qof hela mayna arag oo dahaba dahab dhulku ka mid yaha dhagaxaan yaroo ka mid weyn dhulka oo dhan mid dahaba noqon karo
واي هذو هلا هلي لهنا لما أقبله ذهبني مكمل كام حيسر حيسا وحيسر حيسا نقول كم مجيب على لي مل إيجاسي أي حيسر حيسا وتميز ذات أرجع مل أي حيسر حيسا مركان دفعت له قنطارا وحنودي بحارة بدن 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 بنودي بحارة بدن بدن أو محيا فضة العجة مركان فضة محيسر حيسا قنطار كوا تميز ذات أرجع حيسر حيسا مركان تدريب ثاني لا يسكت لبعض هذه خمسة أمثلة واحد كان تعشان تصالة أو مختلفة كلا دون أذو كان أو سماء أو كلا جار لتميز ذات أو تميز ذات كا أو كل كي كان وزن كي كان أو مساحة كي كان وعدد كي كان شن كلا دون كان وخمسة أمثلة شن تصالة كان لتميز النسبة أو أه مهوها كي شرحي معناها جود الجملة في جمل من إنشائك واحد كوك أنت جملة أذوقه جملين أذوق عرس كودي aad urintoodii hal abuurkeed aad ugu leedahay oo ma aha qaar aad ka soo xigtay cid kale aad hal abuurkeed sameeyay ku leeyahay fahmo masmuu imkana waxa weeye wa in la fahmo wixii la dhageystay tani waa asharadada iyo ajalada waxa ku qoran baad aan itas istamaacta marka aad dhageysatay ila nasi hadalka duuban ajibka jawaab aan islaati taaliya su'aalaha soo socda kan marka wuxuu ku leeyahay ajalada aad dhageysato kitaabkan ajaladu leeyahay waa muusuuca weyn aad ugu soo dhageyso dabadeedna ardayow su'aal laga waydiinay imtixaanka aad dhageysatay lama qoraysid waa dhageysanaysaa dabadeedna ka jawaab laa waxa aad dhageysatay waa waxyaabaha ugu adag tani dhageyso waa dhageysay ma maqashay ha ka jawaab hadda su'aalaha waa caynka imtixaan loo qaadayo oo maartay waxaanu wax arday loo dhigayo oo maartay lagaga hadlayo maartay iskuul gudihii iyo jaamacada gudihii tadriib waahid leeyiska koobaad ajibka jawaab booda calaamada sawaab calaamada saxda saar sidoo jawaabisa sax saar ta saxda oo khata ta qalad kana khalad saar qaabala shannun fi dariiq rajul jahilin shannu ninkii loo jiray waa nin aan soo maray waha wuxuu la kulmay oo wadada ku kulmeen nin jahil ah oo qoon al badan lahayn aqli gaabna jahilka af carabiga asliga waa nacaska qofkan aqli wadan lahayn kaana qoontana loo isticmaalaa waa ki kul waar ama ay qaad ama aan ku qaado rasuul leeyahay war labadeenu wax baynu fuusanahay adna waa fuusanta awrkaga ana kayga baan fuusanahay maxaan ku qaadaa maxaa say qaata iska socon wadada war iyo ninkan waa maray taxaan buul raashin la cunay dalag baxay buu arkay murgaasuu yiri war raashin ka tola miyaa la cunay mise lama cunayn murgaasuu yiri soo kan ku yaalada beerti buu ku yaala maxaa la cunay kolkaasuu dabeedna nin meydi haddana soo maray rasuul war iyo tola miyuu dhintay mise uu nool yahay war xabaashi baa lagu sii wadaaye maxaa dhimashee nololkeeni buu nin siyaabaa tahay wuu ku wareeray ilantiisi la odhan jiray magarasa dabaqa ayuu habeen kuu soo galay dadka caqliga badan waxa dadka iska caadiga dadka caqliga badan kolaasuu nin baanu sareen maanta dawaqsano waxaasuu ila yimidoo su'aalahaasi uu weydiiyey saxab uu ahaabay iyay tiri intaasoo dhimo saxab ahayd marku laha ama qaad ama aan ku qaado wuxuu kula ama ii sheekay ama aan ku sheekeyo dariiqa aan ku marnay safarka anaga yaraade markuu kulahaa tolo raashin kan miyaa la cunay mise uu yaalaara tolo miyay sii iibsadeen xoolihiisi way cunano ama habay kusii qaateen mise wuu yaalaa iyagaa iskale buu kulahaa markuu laha ninkan intay miyuu noolyahay mise uu noolyahay tolo miyuu ka tegay ubad oo taariikhdiisa way sii jiri doontaa mise waa nin aan ubad lahayn halkaasay ku dhammaato dhimasho dhab uu galay ayuu kulahaa kanan gabadh nin wuxuu ahaa gabadh u noqotay adduunkao dhan waayey gebigeeda ninka la yidhaha maaragtay shan kolkaasuu yaal yii war gabadhaan doonaya waa tane yaa kuusoo arut bi warsa aya wixii waan ka jawaabayaa saayo saase wasi yaa kuusoo sheegay wadi xashiri gari waaye wasiirantaydu ay soo sharaxday waa arintay si guul inantaa ku dhaantee inantii uu dabeedna guursaday kulaasaa la yidhi shannun wuxuu waafaqay dabaqa inanta la yidhaha laba ishelay bay noqdeen khatara markii dambe laba masiibo ishelay xagga caqliga ay noqdeen kulaasaa la yidhi waafaqay shannun dabaqata wuxuu meeraystaba dabaqu helay oo la yaab lahayd haddaba markaasu halkaasu ninkaa caqliga aan lahayn buu la kulmay taas saxbay ahayd kaana ibnatu rajuli jaahil ninkii jaahilka ahaa inantuu dhalay aan caqliga lahayn jaahil tan bay ahayd inan iyaduna doqona kaabihaasi aabaheed taas waa been oo waxay noqotay wadankaba ku yeelay nuuceedu kaana nucmaan malikan calalxeera nucmaan wuxuu boqor u ahaa calalxeer oo ciraaq ku taala nacam isaguna boqor buu ahaa nucmaan almundir weeyaan taasna waa saxaysaa wasala cusaamun ilalmajdi bi waasitati usratihi ninkii cisaam la odhan jiray oo la shaqayn jiray boqorkan la yidhaha nucmaan almundir wuxuu ku gaadhay sharafta iyo madaxnimada qoyskooda ayaa u soo kaambingareeyey waxaan imkaa inagu ku dhaqanoo kale may mu ahayn cisaam nin cajiib labuu ahaa oo maskax badan oo geesiya oo khatara oon magac hore iyo maamuus hore midna lahayn
دبنا ننكن ولا شقي أركتي يلا ياب كرتي يو قبض يعني هل أبور إيو هندسي أيو كان دبنا نعمه ولا ياب تري شوي بدن بوديبي دبنا هلا كيسو قوم دير مرس رجلي بريجا هرنا مال كنا وال أنت بدن دتك مال كلهم إسكال هانشر فقرة وفقرة إسكال هانشر بقرتو دت بإسكال هانشر أنت بدن لمسو ده حقلي شرين وصل يا سوارني ونكن سؤال بلا ويدل وار حاجات كذا عصام وحن مقصود نفس عصام سودة عصام عصام نفتي ثم مدح كديكتي أت الله أت الله مدح كديكتي ما ترتبول مركام وحن الرهيا حقوت السنة نسيج النبي صلى إله قدر كيس وبيلك قارب وهاكري كانت ثيران تعيش في الغابة وحكون ولا دبيدو ثيران وجمع ثور ودبيدو كان بيكون ولا وسدحي دبي أبدو مرة عني ها كان بيكون ولا نشرين اللباح وخيامي أراد الأسد لباحه وضمعي أكل الثيران إنه دبي ضبع عنك جبي جودة ها متبع مربع عنك عاد بالهرت كان سك عنه كاسو ما ولا نقص وعنا يا إنه ما إجا أنت نكلا يسدو لباحه أنت بدو ما بني منو عصام بوها منو مدو منو عدس وار كراي نجد دو نكاه عن قبرنا ويكون شيء كي وقت خلصه متبع مركي دوم ما لهم بعنا انتصر الأسد وكجول يستي لباحه على الثيران دبي ده بقوة حوجيس ما خلاص وخيامه مركي وروه وكبر قنشري ويسقطه قنشري دبنا خيامه كدلي نجح الرجل ننكي وقول يستي في عبور النهر إنه كطلابة ضاحي بيها وبيجي وكو قول يستي والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق.